صباح الخير والسعادة والجمال على كل متابعين قناة الصحة والجمال. والنهاردة حلقة جديدة ومختلفة. حلقتنا النهاردة تهم كل ست وكل بنت. حلقتنا النهاردة فيها أسرار كبيرة وكتيرة، لو استغلناها صح هتبقي جميلة من جوه وكمان من بره. النهاردة بما أننا داخلين أو اوريدي دخلنا على فصل الصيف المعروف بمشاكله الكتيرة، اللي منها تقصف الشعر، البشرة طبعا، الجفاف، جسمنا اسمرار في أماكن كتيرة في الجسم. علشان كده النهاردة جاية أقول لكم كم نصيحة مهمة عايزة ألفت نظركم ليها علشان تبقي أجمل وانتي أصلا جميلة. نبتدي بأول نصيحة، وهي إن مش شرط خالص إن احنا نشتري براندات وحاجات بأسعار خيالية ونقول إن هو ده الجمال أو هو ده الاهتمام. أبدا، ربنا مدينا طبيعة متوفرة عندنا وموجودة، ويعني ممكن نطلع منها منتجات قيمة جدا نقدر نستفيد بيها وتفيد جسمنا وتفيد بشرتنا أكتر بكتير من المنتجات اللي فيها مواد كيميائية وبأسعار خيالية. كمان لازم كل أم تغرس في بناتها من وهم أطفال إن الاهتمام بالجسم والنظافة الشخصية والجمال إن دي حاجة ما تعبهمش أبدا، بالعكس لازم يبقوا فخورين بنفسهم. كمان لازم نعرفهم إن البشرة، الشعر، كل الحاجات دي نعم من عند ربنا، يعني زيها زي نعمة البصر، نعمة السمع، فلازم نحافظ عليها ونهتم بيها. كمان الجمال مش بس ان انا اشتري في ميك اب وان انا البس كويس، اهم من الجمال الخارجي الجمال الداخلي. علشان كده نبتدي الاول من جوانا ومن نفسنا، نبتدي بجمالنا الداخلي، وبعد كده بقى جمالنا الداخلي ده هينعكس اصلا علينا من بره وهنبقى حلوين من جوه ومن بره. خليكي عارفة انك جميلة، جميلة بكل عيوبك، انتي جميلة ومثالية بالنمش اللي في وشك، بلون بشرتك الغامق، بكل حاجة فيكي. ربنا جميل يحب الجمال ومبيخلقش حاجة وحشة، الصانع ده بيخلق كل حاجة جميلة في الدنيا. علشان كده حبي نفسك زي ما هي، فانتي جميلة وكل العيوب اللي انتي شايفاها في نفسك دي هي مميزات بتحليكي اكتر وبتميزك. كمان اي عيب ممكن نكون شايفينه في جسمنا او في شكلنا ممكن ناس كتير تانية تكون شايفة ان دي ميزة فينا واحنا اللي مش واخدين بالنا. في ناس ممكن تكون بتستنانا بس صورة علشان تتأمل ملامحنا، في ناس بتدفع ملايين كتير جدا عشان بس توصل لشكل جسمنا. فنحب نفسنا بكل اللي فيها وبكل عيوبها، وبلاش كمان نقول عليها عيوب علشان هي ما بتبقاش عيوب ولا اي حاجة، احنا بس اللي بنبقى شايفين ان هي عيوب. كمان عايزة اقول لكم حاجة مهمة جدا، لما بيجي لأي واحدة مثلا عريس بيجي مثلا وبيبقى عارف ان انت مثلا تخينة او رفيعة او بيضة او سمرة او اي حاجة من كل الحاجات دي، فلما يجي لي واحد يقول لي بصي هو انت عجباني وكل حاجة بس انا عايزك تخسي شوية، ده ما ينفعش نكمل معاه ابدا ابدا. والله انت عايز واحدة تخينة تروح لواحدة تخين، عايز واحدة رفيعة تروح لواحدة رفيعة، عايز واحدة طويلة تروح لواحدة طويلة والعكس. لكن ما روحش لواحدة رفيعة اقول لها انا عايزك تتخني، ولا روح لواحدة تخينة اقول لها انا عايزك تخسي ابدا. ده بعد كده بقى بعد الجواز والحمل والخلفة هيكرهني في نفسي وفي حياتي، ما انا اكيد مفيش بني ادم هيفضل بعد الخلفه جسمه مش هيبوظ شويه، جسمه مش هيتغير شويه، فهيفضل يكرهني في نفسي. فعلى ايه؟ ابعدوا ابعدوا عن اي حد بيديكوا طاقه سلبيه، اي حد بيديكوا احباط. قربوا دايما من ناس، خليكوا ناس ذكيه في اختياركم، قربوا من الناس اللي تديكوا طاقه ايجابيه، الناس اللي تحسسكم بقيمتكم. وانت اهم من كل ده انتوا اعرفوا قيمه نفسكم عشان اللي حواليكم يعرف قيمتكم. انتوا حلوين وغاليين وتستاهلوا كل حاجه حلوه في الدنيا، ما تقبلوش باقل من اللي تستاهلوه. قدروا اللي يقدركم، حبوا اللي يحبكم، خليكم ماشيين مع اللي يستاهلكم، اللي يستاهلكم وبس. اي حد بيصدر لنا اذى او اي وجع باي شكل طلعوه من حياتكم، اعملوا له بلوك. والبلوك مش ان انا اعمل بلوك على ابلكيشن، لان ده مفيش اسهل منه. البلوك الحقيقي ان انا اعمل له بلوك من قلبي ومن عقلي ومن حياتي كلها، اطلعه بره حياتي ما بقاش شايفاه. الغرض من اي علاقه في حياتنا، سواء علاقه اب ببنته، ام ببنتها، اخت باختها، صديقه وصديقتها، زوج وزوجه، اي علاقه موجوده في الدنيا غرضها هو السعاده. فلو العلاقة ما بتدينيش سعادة، بتديني أذى، بتديني إحباط، يبقى على إيه؟ يبقى قلتها أحسن، مش عايزينها، مش محتاجينها. ما تستنوش حد يفرحكم، ما تستنوش حد يمدحكم، ما تستنوش هدية، ما تستنوش عريس، ما تستنوش شغلانة، ما تستنوش أي حاجة، لأن الانتظار مميت. هتفضلوا طول حياتكم عايشين في دوامة الانتظار لحد ما عمركم يتسرق، مش هتعرفوا تستمتعوا بحياتكم. علشان إيه؟ أنا أحب نفسي، أدلع نفسي، أقول لنفسي كلام حلو،
ايه اللي فيها يعني، اجيب لنفسي هدايا بدل ما بكون بجيب لحد غريب هدايا، انا اولى بيها اجيب لنفسي هدايا، وده طبعا ما يمنعش ان انا اجيب برضو للي حواليا هدايا، بس ابتدي بنفسي الاول، احب نفسي، امدح نفسي، ادلع نفسي، اتفائلوا دايما، ابتسموا دايما، خليكوا ناس ايجابيه. في ناس نقعد معاها نحس قد ايه احنا ناس اذكياء وناس مرحه وشخصيه ليها قيمه وقامه كده، وناس نقعد معاها نحس ايه ده انا سخيفه ودمي تقيل كده ازاي، ونفضل ننوم ونقلب في نفسنا مع ان خالص احنا ملناش علاقه. هي المشكله كلها في اختيارنا للناس، احنا بنختار ناس نقعد معاها ناس اختيارها غلط. علشان كده لما تيجوا تقعدوا مع حد اختاروا الناس الصح، الناس الايجابيه، الناس اللي تديكوا باور كده تخليكوا ماشيين مبسوطين وعندكوا طاقه تكسروا اي حاجه في الدنيا وتعملوا اي حاجه. بلاش بقى الناس المحبطه اللي تفضلي تقعدي معاهم، الناس الشكايه والبكايه، صحابك اللي ومشاكلهم الكتير اللي ما بتخلص، كل شويه تقفلي مع دي ده عمل وده سوى وحصل لي وفيا وفيا. كفايه يا جماعه طاقه سلبيه، مش طالعه اقول لكم نبقى وحشين او اندال مع الناس القريبه مننا ابدا، بس نفسك ليها عليكي حق، حقها عليكي ان انت تسعديها، حقها انك تقربيها من الناس اللي بتصدر لها طاقه ايجابيه بتصدر لها سعاده، حقها عليكي انك تبعديها عن اي اذى اي وجع. كمان حاولوا تعرفوا ان ربنا مديكوا شيء غالي جدا وهو قلبك، قلبك ده مفيش اغلى منه، علشان كده ادوله للشخص الصح، الشخص اللي يستاهله، الشخص اللي حقيقي يكون معاه وتبقي مطمنه وهو معاه، تبقي واثقه ومتاكده ان قلبك ده عمره ما هيتوجع، عمره ما هيتكسر. كمان عايزه اقول لكم حاجه مهمه جدا، الحياه مننا محتاجه شويه طناش، طنشوا يعني، اللي يطنشك طنشه، اللي يقدرك قدره، اللي بيحبك حبه، اللي بيدلعك دلعه، كل حاجه نعمل المقابل ليها يكون بالمثل بالظبط. يعني ما يكونش حد ما بيردش عليا وانا بفضل ارن عليه، لا ما تردش عليا، مش هرن عليك تاني اصلا، مش هتهتم بيا، مش ههتم بيك، مش هتدلعني، مش هدلعك، مش هتحترمني، مش هحترمك، مش هتقدرني، مش هقدرك. خلوا دايما المعامله بالمثل، غلوا نفسكم، اعرفوا قيمه نفسكم. انتوا ليه بتقللوا من نفسكم؟ ليه مش عارفين قيمه نفسكم يا بنات؟ انتوا حلوين، ربنا ما بيخلقش حاجه وحشه، حلوه من جوه ومن بره. وعلشان تبقي حلوه من جوه ومن بره كمان في معلومه صغيره، احنا طبعا بنعمل دايما لبشرتنا سكراب، احنا عايزين بقى نعمل لنيتنا سكراب يا جماعه، يعني بدل ما بنعمله مره في الاسبوع ولا مره في الشهر، احنا عايزين نعمل كل يوم. اهم حاجه صفوا النيه، خلوا بقى نيتكم ما فيهاش لا غل ولا حقد ولا حسد ولا اي حاجه من كل الحاجات دي، لان كل الحاجات دي بتاثر على نفسيتنا، وبالتالي نفسيتنا هتاثر على بشرتنا وهتاثر على جسمنا وهتاثر على كل حاجه في حياتنا. علشان كده عايزه اقول لكم بقى، كفايه نكد، كفايه هرمونات النكد اللي بتجيلنا فجاه دي، يا ريت بقى نقلل منها ونهدى كده شويه، يعني نهدى، نحاول نبسط نفسنا بنفسنا، نسعد نفسنا بنفسنا، نقرب من كل الحاجات الحلوة، نركز دايما على إنجازاتنا على نجاحاتنا. الإنجاز مش بس الإنجازات اللي احنا شايفينها من بره واللي الدنيا مصدرها، الإنجاز ان انا اصحى بدري ده إنجاز على فكرة، ان انا اعمل أكلة كان نفسي ان انا اعملها وعمري ما عملتها ده إنجاز، كل الحاجات الصغيرة البسيطة دي تعتبر إنجاز. بس احنا للأسف السوشيال ميديا والناس اللي حوالينا حصرتنا كده في دايره صغيره، الدايره دي خلت فيها هي دي بس الانجازات، مع ان الانجازات كتيره جدا، كل حاجه وكل هدف انت بتوصل له ده يعتبر انجاز، بغض النظر بقى انت هدفك ايه. دايما ما تديش حاجه او حد مساحه في حياتك غير نفسك ومستقبلك وبس، هما دول اللي يستاهلوا، نفسك ومستقبلك يستاهلوا انك تعملي ديهم حاجات كتير جدا. وبما اننا بنتكلم عن الجمال وعن الطبيعه، ما لقيناش احسن من استاذه مروه سامي خبيره تجهيز العرايس، وكمان بتعمل منتجات طبيعيه 100% من الطبيعه. معانا تليفون ونقول الو. اهلا بحضرتك، منورانا. ده نورك، نور حضرتك. عايزين حضرتك بقى تعرفي نفسك للجمهور اكتر. ماشي، انا مروه سامي، تخصص بانتخابات المجال بتاعنا في قصة التجميل والمنتجات الطبيعية في جنس العرايس، وشغالة في بقالها 4 سنين. طب عايزة أعرف من حضرتك إيه سبب اختيارك المجال ده بالذات؟ هو أصلا بعيد عن تخصصك، فإيه سبب الاختيار؟ إن هو عرايس دينا لكل بنت وست، وحاجة جميلة بتعملها جمال حقيقي.
طب هو ده كان هدفك من زمان ومن البداية، ولا ده كان هدف مؤخرا كده؟ لا من ايام الجامعه كنت راوية الموضوع ده، بحب المنتجات دي وبجيبها وبشتغل مع نفسي، الموضوع من ايام الجامعه. طب عايزة بقى أعرف من حضرتك إيه المشاكل والصعوبات اللي واجهتك، سواء بقى مشاكل مادية أو مشاكل معنوية. والله يا استاذ فاطمه انا ما بقفش عند المشاكل المعنويه، قال لي حد بيمشي الطريق ادام هو مقتنع بيه ولحد محل بينجح بيقابل عقبات كتير، بس دي اللي جبت فكر بيها وما بقفش عندها كتير. مظبوط، ده الصح فعلا. طيب احنا مثلا اي واحدة دلوقتي سمعانا حابة ان هي تبتدي مشروع، بتبتدي بتكلفة عالية ولا بأي تكلفة؟ لا ممكن لو حاجات شخصية موجودة معانا من البيت، أكيد كل بنت موجودة حاجات دي عندها في البيت، ممكن تبدأ بحاجات. أنا ابتديت بحاجات الخاصة طيب بس عايز موجودة اعرف من عندي. حضرتك برضو اللي يعني عايز اعرف عن المنتجات بتاعتك اكتر، فعايزاكي تكلمينا عنها. أول منتج الشعر ده عبارة كريم طبيعي، عبارة عن زبدة شيا والنخاع الطبيعي وزيت الأرجان وزيت جوز الهند وزيت السمسم وكذا منتج، ثلاث بيوت مع بعض معلم. طيب الخلطة دي كلها بقى يعني ايه فوائدها؟ عايزين بقى نعرف كل فايدة كده لزبدة الشيا، للزيوت اللي زبدة موجودة فيها، الشيا لكل دي حاجة. جمال، زبدة الشيا اللي قال عليها الدم بالمرأة ده مغلوط، عشان هي فعلا لازم تبقى موجودة في طرق كل البنوتة أو كده، دي أساس معاك في عملية التجميل. تمام. طيب عايزة اعرف ازاي افرق بين اي منتج اوريجينال والمنتج الكوبي بقى؟ بيبان على حضرتك انت اول اي منتج لازم تجيبيه العين بتبص كويس، انت كمان لما بتجيبي لازم تجربي حاجه على ايدك، ولو لقيتي من نفس ايد وقوامها كريمي تعرفي ان الحاجه دي اصل 100%، لقيتي لونها متغير او الريحه بتاعتها كده مش كويسه تعرفي ان تبعد عن المنتج ده على طول. طيب المنتجات دي ايه اسعارها بقى؟ يعني اسعار كده في متناول الجميع؟ ايوه طبعا زبده الشيا بقت منتشره، كانت الاول غاليه دي منتشره دلوقتي، بس اهم حاجه تجيبها من مصدر موثوق في مكان كويس. طيب عايز اعرف منك برضو لو انا مثلا عروسة ابتدي بقى الموضوع ده كله من امتى؟ قبل الفرح بكام يوم؟ لا لو عندي مشاكل لما مقاين او اي مشاكل في التربوات او اي حاجه في حسيت ان كنت بشتغل لازم ابدا قبلها 3 شهور، لازم اقعد اشتغل على نفسي اطنشن على اي حاجه. طيب الكلام ده لو انا عندي مشاكل في جسمي، لو انا ما عنديش مشاكل بقى وحابة مثلا اعمل اجرب بقى المنتجات دي، حابة اعمل حمام مغربي، الحاجات دي كلها باجي قبلها بكام يوم؟ يعني مثلا اشترك في شهر 7 ابدا بس 6 3 اهتم، لازم يبقى كل اسبوع روتين كل يوم، كل يوم في الاسبوع على حدود اليوم كده لازم اهتم بالموضوع ده، اصل هم عارفين ده اساس عروسه ومش عروسه لازم كل يوم طبعا عليك الاجمعين. طب عايزة اعرف من حضرتك ايه المشاكل اللي شفتيها بتتكرر كتير مع اكتر من بنت واكتر من ست؟ جلد الوزة كله بيخاف من جلد الوزة، مع ان التعامل معاه سهل جدا، اهم حاجة نبعد عن الشفرات وعن المواد الكيميائية والكريمات والحاجات دي، عشان دي بتعمل جلد اكتر حاجة بتسبب جلد الوزة والعرقان في الجلد. ولما نرجع للوسائل الطبيعية وتبقى رد بقى فيها سكر يزيد جوزة الهند ومعلقة عسل نحل ونضرب الثلاثة مع بعض ونخليهم كريمة كده، يعني كلها منتجات طبيعية في البيت موجودة في أي بيت، نعم كلها منتجات طبيعية وموجودة في أي بيت زي ما احنا شايفينها ده دلوقتي. يعني انا يعني انا بشوف البنات بتروح تعمل تقشير وحاجات فيه وهي نفس المشكلة، إلا العلاج معانا اسمه. يعني كل المنتجات اللي ظاهرة معانا دي طبيعية 100%. لا الحمد لله في كيمياء كانت خالص على كل الفرد، وده حاجة الحمد لله بدرس عليها دايما بجيب الأفضل والأحسن. أنا بستعمل كده في حياتي الشخصية، فمش معنى بتعمل نفس الحاجة والعملاء حاجة، زي ما بستعمل نفسي بستعمل لهم الحاجة بتاعتي، هي دي الحاجة يعني بتاعتي. حضرتك بتجربي الحاجة الأول والمنتجات دي على نفسك وبعد طبعا كده بتديها للناس. طبعا طبعا انا كل حاجه، وبعدين شغاله مع شعري جامد على فكره، في مشاكل كان كل عاوز دلوقتي الحمد لله كل شيء اللي عملته لك شغال. طيب عايزة أعرف من حضرتك إيه النصايح اللي تقدميها بقى للبنات والستات؟ ان احنا لازم نهتم بنفسنا اكتر وقت ممكن،
ولازم دي تبقى حاجه اساسيه في حياتنا، يعني لازم يبقى لنا رسوم يومين يومي اسبوع، يعني مثلا لازم يبقى لنا وشنا كويس، لازم نحط كميه ده وحاجه، شعرنا ده لازم يتغذى، يعني هقول لكم على نص كيلو قلب الشعر. ايوه، ماشي عايزين بقى نعرف منك النهارده، نستغل وجودك معانا ونعرف اسرار كتيره. انا معاك. انا بصي كل احنا دلوقتي في الصيف في مصر الحراره بتاعتنا عاليه ورطوبه، ده وصار مثل كل مصر بتعرض للشمس ولا رطوبه او كده، فالماسك ده اللي بيعملوه في دينا كلنا، حتى الاطفال الصغيرين. الكاكاو الموجود، الكاكاو الموجود في اي بيت، بتجيب الكاكاو معلقتين زبده كتير، والمعلقتين دي كتير، بس لو شعري تقيل او سمكه تقيل لازم ازود على حسب كيلو عنده شعره، لو شعري تقيل وطويل لازم اقل حاجه اربع ملايين. احنا كمان الارقام بتاعت حضرتك معروضة دلوقتي معانا على الشاشة، فأي حد حابب التواصل مع حضرتك الارقام موجودة. ماشي حبيبتي كملي اتفضلي. ماشي. قلنا زبدة الشيا مع سنة معايا كوكب كبار، وسنة معايا وأرجع معايا زيت جوز الهند وزيت السمسم طب دول، و الخلطة دي كلها بقى بتعمل ايه للشعر بالظبط؟ بتغسليه وبترطبه وبتنعمه. طب حضرتك عارفة ان الناس كتير قوي بقت بتستخدم البروتين والكرياتين، فالشعر بقى مجهد بما فيه الكفاية، فالوصفة دي تناسبه برضو؟ ايوه عشان بتنزلي على فكره، ممكن تروحي تعملي كرياتين وكده تشوفي مع اصحابي مع الام اللي عندي، بس اهم حاجه التغذيه. ماشي انا كنت لسه عملت شعر اسبوع ولا اسبوعين، اهم حاجه التغذيه، ثم التغذيه ثم التغذيه. تمام. طب عايزة اعرف من حضرتك ايه اكتر مشاكل سمعتي عنها وضايقتك، او اكتر مشاكل جاتلك من بنات صغيرة مثلا في السن مضايقاهم في جسمهم او في بشرتهم؟ اللي هو مثلا في سن يعني، انا مره جات لي رساله من بنت من القاهره ما اعرفهاش من ثلاثه، بس وانا عرفت تانيه بتقول لي انا عندي 13 سنه وبشوف صحابي يقول لك مهذبين وبيهتموا بنفسهم ومامتهم بيهذبوا، كل ما اجي اقول لهم بس في الموضوع رفض الموضوع، ولا انا عارفه احس ان انا ولا اخرى. قلت لها قالت لي طب امسحيني اقول لها ايه ماما؟ قلت لها اقول لها ماما ان الله جميل يحب الجمال، ان الله خلقك يحب النظافه، دي نظافه شخصيه بالظبط ولازم كده، احنا فعلا لازم عايزين نصحح المفهوم ده، لان ناس كتير فاكرة ان الاهتمام بالجسم ده لازم يكون من عند سن الجواز بقى او بعد الجواز، فعايزين نصحح لهم المعلومة دي ونقول لهم ان لازم البنات يبتدوا من سن صغير جدا، من سن 12 و13 سنة يبتدوا يعرفوا وقبل ازاي كده يهتموا كمان بنفسهم وبجسمهم. يعني قبل كده كمان، يعني مثلا في بنات مختلفين في المسار العمري، اول ما البنت تدخل او تبقى عندها مثلا 7 8 سنين كل الاهتمامات دي كان اكتر، كان اجمل واكتر. طب حضرتك شايفة من سن كام يبتدوا البنات يهتموا بنفسهم وبجسمهم وببشرتهم؟ 8 سنين اقل حاجه، 8 سنين. اقل حاجه عشان البنات اللي مدوا الوعي ومدوا مع الانترنت ووسائل التواصل معانا لازم نبتدي معاهم بدري، نبقى احنا انسق وانضج منهم. طيب عايزة اعرف برضو من حضرتك ايه المعتقدات اللي بتقابليها وهي اصلا الناس واخدة عنها فكرة ان هي دي صح وهي اصلا غلط، وانت شايفة او عملتي تجارب ولقيت ان دي غلط وبتضر البشرة والناس فاكرة ان هي مفيدة؟ يعني مثلا ثوب العروسة لازم تغرز بجسمها لغاية ما تنزل بيه 4 5 شهور، ده أكتر غلط. لو في الصيف أقل حاجة شهرين، لو في الشتاء 3 شهور، ما نزلش عن كده. بس لو عندي مشاكل زي جبت الوزة أو غمقان أو الهرمونات بتاعتي بتطلع شعر تقيل، يبقى أقل حاجة شهر أو شهرين بالكتير. لو ما عنديش المشاكل دي يبقى شهرين بالكتير و3 شهور في الصيف. طيب الليمون، الليمون مفيد للبشرة ولا مضر؟ يعني لا لأن بنات طبعا كتير اكبر بتستخدمه في عظيم ماسكات. عشان احنا عاوزين ازاي الزيت، المعلومه دي كانت في مصر، هي المعلومه الصح. الحمض بتاع الليمون ده غلط، احنا بنحتاج قشور الليمون اللي هي بتبقى زيت الليمون او زبده الليمون، والنصيحه اللي بيها اي بنوت اي زبده الشاي او اي عروسه زبده الليمون دي اساسي معانا في الروتين اليومي بتاعنا برضه، طب ودي متوفره برضه واسعارها كويسه متناول ايدينا كلنا. تنصحي بإيه البنات بقى اللي بتستخدم مواد كيميائية علشان العرق وعشان الاسمرار اللي بيبقى في أماكن معينة في الجسم، إيه النصيحة اللي ممكن تقدميها لهم؟ أول حاجة بنعمل إزالة شعر بطريقة طبيعية بأقلام الحاجة،
ولو تقدر من الان نوصل الوسائل اللي هي مواد كيميائيه دي اول حاجه وجود البشره والكريمات والصفرات والحاجات دي عدوهم اللي عدوهم في اماكن المرام برضه ونبتدي بقى الروتين من الاول نسكرب نجيب نشا موجودة في البيت نجيب نشا وزيت جوز الهند ايوه ومعلقه من زبده الليمون ونعمل السكروب ده اي حاجه ممكن تاني في الاماكن الغلط. طيب، هو المفروض الطبيعي السكرابات دي نعملها قد ايه؟ يعني كل مدة قد ايه؟ لو انا المكان عندي غامق جدا اعملها 3 مرات في اليوم قبل الشغل بتاعي. لو الموضوع مش مؤذي او مش كويس يعني مرتين في اليوم مرتين في الاسبوع جدا. ايوه تمام. طب عايزين بقى نعرف ماسكات كده بسيطة وخفيفة وموجودة في كل بيت، اي بنت تقدر تستخدمها، اي بشرة تقدر نجرب عليها، لان بيبقى في بشرات حساسة جدا، اي حاجة بتلمسها يحصل حساسية والتهابات، فعايزين بقى حاجة كده طبيعية موجودة في كل بيت، اي ست واي بنت يقدروا يعملوها. النسا والدقيق واللبن البودرة لو عملنا تفسير ده مع بعض هنطلع لو عندي فرح فرح ده كده لو عملته لبشرتي وايدي عشان الاسمنت بتاعنا انا في ناس كتير بتاكل من بوك فم او ايديها ممكن الجسم كله لو عملتيه 3 مرات في الاسبوع هتطلع نتائج مذهله بس اهم حاجه التخطيط ثم التخطيط ثم التخطيط. طبعا احنا استفدنا من حضرتك كتير جدا وعرفنا معلومات قيمة جدا واسرار كبيرة، كنا بنتمنى حضرتك تكوني معانا في الاستوديو بس ان شاء الله تتعوض في حلقة تانية. بنشكر حضرتك جدا على كل المعلومات الجميلة والقيمة اللي عرفناها النهاردة. بشكرك جدا على اتصالك استاذة مروة سامي، مع الف سلامة، وان شاء الله استنونا في حلقة جديدة من برنامجكم حياتنا.